الكراهات، تنافسية قطاع الخدمات الأوفشورينغ للنواب المحترمين محمد نجيب بوليف، عبد القادر عمارة، محمد الشعبي، محمد خليل، عبد الجليل البداوي، شاكب بناني، عبد الوهاب الراجي، وعزيزة البقالي القاسمي من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد السائلين مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، السيد الوزير، لقد سبق لوزارتكم أن ارتكزت على دراسة ماكنزي حول المجال الصناعي بالمغرب لتؤكد على أن بإمكان قطاع الخدمات أوفشورينغ أن يكون منافسا حقيقيا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بعض المؤهلات التي توفر عليها المغرب وفي مجال مناولة الخدمات، لكن إكراهات عديدة تحول دون تحقيق الطموح. فعليه السيد الوزير نسائلكم، ما هي الإجراءات الاستعجالية المتخذة من طرف وزارتكم لتفعيل التنافسية في هذا القطاع؟ وشكرا سيد الرئيس. السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا للسادة النواب لطرحهم هذا السؤال المتعلق بقطاع الخدمات عن بعد، قطاع اللي وضعته الحكومة من بين أولويات في إطار التطبيق داخل الاستراتيجية الصناعية للمغرب. كما تعلمون قمنا بدراسة مقارنة. المغرب عنده 4 ديال الامتيازات. الامتياز الأول التحكم في اللغات الفرنسية والإسبانية. الامتياز الثاني القرب الجغرافي. الامتياز الثالث هو كثرة يعني إمكانية التواصل أو المواصلات وتعددها وكثرتها. الامتياز الرابع تواجد يد عاملة مكونة أساسا البكالوريا زائد 2 والبكالوريا زائد 4 متواجدة وقادرة على باش تستوعب هذا القطاع. 4 كذلك ديال نقط الضعف. النقطة الأولى هي الأرضية التحتية يعني التجهيزات. النقطة الثانية هي التكلفة ديال المواصلات التليكومونيكاسيون. النقطة الثالثة هي أساسا متعلقة بالضغط الضريبي على الأجور، علما بأنه هذا القطاع يتوجه إلى يد عاملة مؤهلة وأنه المدخول المعدل المدخول يقارب تقريبا معدل تقريبا 7000 8000 درهم، يعني ما كنتكلموش على السميك، يعني كنتكلموا على حوايج اخرى. والنقطه الرابعه هي التكوين للمتخصص في هذا الميدان. كل هذه النقاط الضعف عالجناها وحده بوحده. كما تعلمون تحت الانطلاقه الاول قطب بالدار البيضاء كازاشور اللي تسنو صاحب الزلاله في شهر دجنبر. وهذا المشروع هذا غادي يسمح باش نوفروا بنية تحتية قابلة للاستعمال بسبعة ديال 80 درهم المتر مربع، يعني احنا حيدنا هذا العائق الاول. العائق الثاني ديال المواصلات. المواصلات وضعناها في نفس المستوى ديال الهند من ناحية ديال التكلفة. فيما يخص الضغط الضريبي على الأجور وجدنا له كذلك حل. فيما يخص التكوين وضعنا مؤهل إمكانيات مخصصة لتكوين 25,000 ديال الشباب في هذا الميدان. بالنسبة للدار البيضاء فيما يخص الأربع سنوات المقبلة، ما هي العواقب دابا؟ كنا حددنا كهدف أنه على الأقل 5 ديال المؤسسات العالمية، 3 بين 3 و5 ديال المؤسسات العالمية في ظرف سنة، اللي هي كتعطي المصداقية ديال أي مكان اللي يمكن له يتطور فيه هاد الخدمات من هذا النوع في ظرف سنة أننا نحصلوا عليها. اليوم حصلنا عليها في ظرف 3 أشهر. النقطة الثانية 30% وزير. ديال الطاقة الاستيعابية ديال المنطقة ديال الدار البيضاء كلها يعني توجهات اليوم 30% ديجا تعطات. شكرا السيد الوزير. المقاولات وشكرا. تعقيب لأحد نواب العدالة. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير. الحقيقة لا نخفيكم أننا في فريق العدالة والتنمية نلحظ في عملكم واحد النوع ديال الطموح في تحسين الوضعية ديال الصناعة في المغرب، لكن الإشكال هو أنكم تطرحون بأن هذا القطاع ديال الأوفشورينغ حسب الدراسة ديال ماكنزي يجب أن يكون قاطرة للسياسة الصناعية وفي نفس الوقت قاطرة للتنمية ككل.
لكن تتعرفوا السيد الوزير المحترم على أن هذا القطاع الآن اللي هو داخل المغرب هو بالأساس المجال الخدماتي وليس الصناعي، بحكم أن الإحصاء اللي جبتوه لنا في التقارير ديالكم 9% فقط ديال القطاع التكنولوجي هو اللي يدخل في الأوفشورينغ، بينما 81% تيبقى في القطاع ديال الاتصالات والتجارة. وحنا ما يمكنش في المغرب نبني صناعة وسياسة صناعية وقطب صناعية في المغرب فقط على المجال الخدماتي، وخاصة أن ما الآن اللي كاين في المغرب هو لي كول سنتر المراكز ديال الاتصال والمساعدة عبر الانترنت لاسيستون بارتنيت، الخدمات المالية وبعض البرامج المعلوماتية واللي عندنا فيها ضعف وللأسف الشديد، وشوية ديال التقنيات المتطورة الهاي تك. لكن المغرب كما تتعرفوا الآن كاين سياسة، وتكلمتوا على أنه كاين منطقة ديال الأوفشور في أواخر دجنبير 2005، لكن الإشكال هو أن هاد كازاشور ما غاديش توجد الآن، بينما الأوفشورينغ الآن راه ما تتعرفوا 3 شهور و 6 شهور يمكن شركة غير الموقع ديالها. الان الناس اللي مشات للهند واللي مشات للصين في اطار الاوفشورينغ الان تيتكلموا على النير شورينغ، بمعنى داك السياسه ديال القرب بالاساس، لان المغرب فيه واحد المجموعه ديال الايجابيات في هذا المجال. تكلمتوا لنا على بالفعل الاشكالات اللي هي مطروحه من اصل 12 عامل انتاج لي فاكتور دو برودكسيون، جوج فقط اللي هما لصالح المغرب. اولا الموارد الطبيعيه خارج الطاقه اور انرجي، وفي هذا الاشكال كاين اشكال اللي ما تكلمتوش عليه هو غلاء الطاقه بالنسبه للتكلفه، ما هضرتوش عليها كاشكال وكضعف. والايجابيه الثانيه هو القرب من الاسواق الاوروبيه والامريكيه، لكن الاشكال اللي مطروح واخا انها ايجابيه من الايجابيات اللي عندنا في التنافسيه، كاين اللوجيستيك في المغرب هي غاليه بزاف وتكلمتوا عليها انتم، وبالتالي حنا في فريق العداله والتنميه تنتصوروا ان المغرب خصو تكون عنده استراتيجيه واضحه موجهه للاستثمارات، ماشي انه سوبي با في هذا المجال. نريد قطاع ديال الاوفشور يحدث قيمه مضافه حقيقيه، وقطاع يتبنى على الشراكه الحقيقيه لنقل التكنولوجيا، بمعنى ان نريد بهذا المجال باش يكون قطاع كما يقال رابح وين وقطاع اللي يكون فيه نوع من التكميل وليس تعويضي. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد.